وتنضم إلي الآن من بيروت الزميلة ماري سالم المحللة المالية في الشرق الأخبار. صباح الخير ماري، وأهلا وسهلا بك معنا. رأينا في مطلع تداولات اليوم أسواق الإمارات يعني شوي شوي على الهدى بدون أي قفزات مع فتح السوق في أول يوم من تداولات هذا العام، لكن لابد وأن قطاعات رئيسية تلعب دورها. ما لنا أن نتوقع مثلا من القطاع العقاري لهذا العام؟ صباح الخير سبا ويعطيك الف عافيه. يعني فعلا مثل ما ذكرت، الاسواق الخليجيه اللي افتتحت اليوم مثل الامارات وقطر على تراجعات طفيفه، اذا بدنا نقول اذا مش استقرار، ولكن التراجع القوي كان على المؤشر القطري. هلا فيما يتعلق بالقطاعات الرئيسيه، نحن بال 2023 شفنا اداء مميز ونمو جدا قوي بالنسبه للقطاع العقاري بالاسواق الاماراتيه، خاصه انه هذا الاتجاه الصعودي اللي شفناه كان مغاير للاتجاهات العالميه. يعني اذا بدنا ناخذ القطاعات العقاريه، القطاع العقاري عالميا ما كان بنفس الوتيره او بنفس الاداء تبع الاسواق الاماراتيه. القطاع العقاري بسوق دبي المالي كان الافضل اداء بال 2023، يعني كانت الارتفاعات على القطاع ب 38% خلال العام، وبسوق ابو ظبي كان ثاني اعلى قطاع بنسبه 23% ارتفاعات. دائما وقت اللي نحن بناخذ القطاع العقاري بناخذ ابرز الشركات اللي موجوده. بالنسبه لسوق دبي المالي، في عندنا اعمار للتطوير، ديار، يو بي بي. اذا بنطلع على هذه الشركات وأدائها خلال 2023، هنلاقي أنه الشركات هذه كلها على ارتفاعات كانت، يعني ما كان في عنا تراجعات ولا أي شركة من شركات القطاع العقاري، وهذا اللي ساهم أنه القطاع العقاري يكون الأكثر ارتفاعا. أكثر شركة كانت على ارتفاع ضمن الشركات بسوق دبي المالية هي أعمار للتطوير. دايما نحن نقول أنه لازم تكون أعمار، مش أعمار للتطوير، ولكن تحديد الهيكلية تبع أعمار للتطوير ساهمت بأنه تساعد أعمار على هذه القفزة اللي شفناها بالنتائج تبعها، وحتى بالأداء السهم بقلب الأسواق. بسوق أبو ظبي شوي الصورة مغايرة، يعني ضمن أربع أسهم هن الأبرز أو أكثر شيء متداولين بالقطاع العقاري، كان في عنا رأس الخيمة العقارية هي أكثر شيء عم تسجل ارتفاعات ب 73%، من بعدها في الدار ب 19%. السهمين الاثنين الباقيين عادة ما بنشوف كثير عليهم زخم مثل ما بنشوف على الدار وراك بروبرتيز اللي هن اشراق ومزايا، كانوا على تراجعات يعني بحدود ال 10% على الاثنين. هلا هذا الشيء ما اثر على المؤشر، لانه يعني نحن بنعرف انه بسوق ابو ظبي هيكليه السوق واوزانها بتعتمد على شركات اخرى، فكرمال هيك شوي شفنا ضغوطات على المؤشر العام. هلا نحن وقت بنقارن السوقين بنقارن اجمالا اعمار والدار العقاريه، لانه هول اكبر شركتين ودائما بيكون التركيز عليهم. عبر السنين يعني من بعد الجائحة، نحن كنا شفنا سابقا ضغوطات قوية على أعمار، هوت بالسعر السهم لمستويات ما كنا شايفينها سابقا، والكل كان يقول هل هي حيتم الارتداد من هذه النقطة. من بعد الجائحة أعمار قفزت من 2020 لليوم بحدود 100%، يعني 97% تنكون محددين النطاق. الدار قفزت تقريبا بحدود 150، النسب مختلفة، ولكن الملفت بأداء أعمار أنه على مر السنين مع التغييرات اللي كانت عم بتصير بهيكلية الشركة، ومنها هي رفع نسبة الأجانب بال 2022 من 49 ل 100%، ساعدت على تقييمات الشركة. فبالتالي نحن وقت اللي عم نطلع على المستقبل تبع هذه الشركة وكيف ممكن أنه يكون الأداء تبعها. إذا بنطلع بنلاقي أنه أعمار رغم هذه الارتفاعات بعدها عم تتداول دون معدل الشركات المماثلة لها بقلب السوق الإماراتي بتقريبا ما يقارب 60 او 70% بالاداء تبعها. البرايس تو بوك فاليو تبع اعمار حاليا عن 0.9 مرات، يلي هو اقل من يلي بنشوفه نحن على الدار عند 1.3 مرات البرايس تو بوك فاليو. فبالتالي بنقول انه بهذه المرحله اعمار عندها بوتنشل بعد انه للنمو اكثر، ولحتى انه زياده بسعر السهم تبعها بقلب الاسواق، لانه تعد اندر فاليو مقارنه بمثيلاتها بقلب الاسواق. والتركيز بالمرحله الجايه على المشاريع المستقبليه والبايب لاين تبع هذه الشركات، يلي نحن صرنا عارفين انه في عندهم كثير مشاريع مستقبليه، هي حتساهم بالنمو تبع هذه الشركات، وممكن انه نشوف بعض الاستقرار، مش بنفس الوتيره تكون الارتفاعات، ولكن متوقع انه تضل الايجابيه موجوده بهذا القطاع.
جدا مثير للعرض للاهتمام ماري، شكرا جزيلا لك. قطاع حيوي ومهم بالطبع في الإمارات وفي منطقة الخليج بشكل عام، ومثير أيضا للاهتمام توسع هذا القطاع. يعني في وقت من الأوقات كانت اللاعب الرئيسي هي في الإمارات كانت إعمار، انضمت إليها أيضا الدار، والآن رأس الخيمة العقارية بالأرباح التي حققتها في الفصل الأخير. في آخر إعلاناتها كانت سجلت ارتفاع بحوالي 282% بربحيتها. أيضا إذا في مزيد من التوسع والانتقائية من ضمن القطاع العقاري في دولة الإمارات. شكرا جزيلا ماري، شكرا لك مرة ثانية. سيكون لنا وقفة أخرى معك طبعا غدا. هذه